مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج وقفة مع الحدث. العراق وسوريا ساحة الصراع الأمريكي الإيراني تشهدان في الآونة الأخيرة تصعيدا للهجمات المتبادلة، حيث صادفت الفصائل المسلحة في العراق بخمسة صواريخ قاعدة عين الأسد غربي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى. التصعيد دفع بالولايات المتحدة لإرسال رسائل واضحة للفصائل العراقية المسلحة، وإيران أكدت فيها استعدادها للرد على أي ضربات تمس مصالحها، مشيرة إلى أن الأهداف حددت ولن تقتصر على العراق فحسب، بل ربما تصل إلى خارجه في إشارة إلى العمق الإيراني. ويرى مراقبون بأن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران في ساحتين السورية والعراقية قد يجر المنطقة إلى حرب حقيقية. بالتالي نتساءل هنا مشاهدينا، ما أسباب تفاقم عمليات الاستهداف بين الطرفين في الساحة العراقية والسورية؟ أي تداعيات خلفها الصراع القائم بين واشنطن وطهران على البلدين؟ وإلى أين وصلت عملية الانسحاب الأمريكي من العراق؟ وهل ينهي ذلك حالة الحرب فيها؟ تستمر حرب الظل بين العدوين اللدودين الولايات المتحدة وإيران على الساحتين العراقية والسورية في معركة تصفية حسابات بينهما، حيث صعدت الفصائل المسلحة في الأيام الماضية استهداف نقاط تواجد القوات الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ. التحالف الدولي لهزيمة داعش أعلن يوم الأربعاء أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد غربي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى دون وقوع خسائر بشرية. وأكد التحالف في بيان أن خمسة صواريخ سقطت على بعد حوالي كيلومترين من القاعدة، واصفا الأمر بأنه عمل طائش كان من الممكن أن يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين الأبرياء. ولفت التحالف إلى أن هذه الفصائل أصبحت تشكل عائقا وتهديدا خطيرا أمام قواته في تنفيذ مهمتها الأساسية المتمثلة بتقديم المشورة والمساعدة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي. من جانبها أشارت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إلى سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي العاصمة بغداد، مؤكدة أنه انطلق من حي الجهاد. الاستهدافات الأخيرة لمصالح واشنطن في العراق دفعت بالولايات المتحدة لإرسال رسائل واضحة للفصائل العراقية المسلحة وإيران، إذ أكدت استعدادها للرد على أي ضربات تمس مصالحها، مشيرة إلى أن الأهداف حددت ولن تقتصر على العراق فحسب، بل ربما تصل إلى خارجه في إشارة إلى العمق الإيراني. ويرى مراقبون بأن التصعيد الأخير من جانب الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في الآونة الأخيرة ضد قوات التحالف الدولي المتواجدة في سوريا والعراق قد تتحول إلى حرب حقيقية في المنطقة. نناقش تفاصيل هذا الموضوع وحيثياته مع ضيفي من بغداد السيد سلام الزبيدي قيادي في ائتلاف النصر، وأيضا من لندن ضيفي السيد طالب العواد باحث بالشأن السياسي. ضيفي أهلا بكم في حلقة اليوم. بداية سيد سلام، إذا نحن أمام تصعيد للاستهدافات بين واشنطن وطهران في الآونة الأخيرة وفي الأيام الماضية، يعني استهدافات من جانب الفصائل المسلحة العراقية لبعض القواعد للتحالف الدولي وقواعد أمريكية فيها دول أيضا دولية أخرى، إضافة إلى ذلك هناك استهدافات من جانب حتى التحالف والقوات الأمريكية لبعض المواقع لهذه الفصائل ولنقل الفصائل الإيرانية داخل الأراضي السورية. بداية، إلى ماذا يعود السبب بحسب متابعتكم للمشهد لهذا التصعيد في الآونة الأخيرة سيد سلام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحايا لحضراتكم ولقناتكم الكريمة ومشاهديكم الأكارم ولضيفك الكريم. تعرفين جنابك اليوم الوضع بالعراق، يعني خاصة مع الانسداد السياسي، كانت هناك بالفترة الأخيرة للأسف هناك من استثمر هذا الانسداد السياسي بسبب نتائج الانتخابات، وبدأت هناك بعض يعني الخروقات الأمنية في بعض المناطق، إضافة إلى تحريك الدواعش في مناطق رخوة بالعراق، وبالتالي
أعتقد أنه ملف الأمني كان يعني لابد أن ينفصل عن الجانب السياسي حتى لا تصبح هناك تداخلات بين الوضع السياسي والوضع الأمني. في موضوع ما يتعلق بالجانب الأمريكي، أعتقد يعني هذه الفترة، طيلة الفترة الماضية، لم تكن هناك أي تصعيد باتجاه وجود القوات الأمريكية، على اعتبار أنه كل الفصائل المقاومة والذين كانوا يعني باتفاق مع الحكومة العراقية، هناك جدولة لانسحاب القوات الأمريكية من خلال الحوار الاستراتيجي في الجولة الرابعة، اللي أكد بنقاط مهمة جدولة انسحاب هذه القوات نهاية العام المنصرم، والكل كان ينتظر أن تبدأ خطوات فعلية من الجانب الأمريكي بهذا الانسحاب. ونصت الاتفاقية بالنص يعني أنه سيكون هناك انتهاء للمهام القتالية والأمنية واستبدالها بالمدربين والاستشاريين وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وهذا حقيقة أيضا بتصريح للحكومة العراقية أنه أكدت أنه هذا الموعد قائم، وفعلا بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب، وجاءوا هناك بالمستشارين بدأوا يصلون إلى بغداد. ولكن هذا الأمر حقيقة لم يكن موجودا ولم يشاهده لا الرأي العام ولا الشارع ولا المراقبين ولا حتى الفصائل المقاومة. وبالتالي أعتقد عودة إلى سؤالك، السبب الرئيسي في استهداف القوات الأمريكية الموجودة بالعراق في قواعدها بعين الأسد وقاعدة حرير هو عدم التزام القوة أو عدم وجود رغبة من القوات الأمريكية بمغادرة الأراضي العراقية أو انتهاء مهامها القتالية. والسبب واضح، أن تمسكهم بوجودهم بأكبر قاعدتين بالعراق هذا دليل على أن القوات الأمريكية تريد أن تمرر مسرحية جديدة من خلال غطاء استبدال القوات القتالية بقوات للتدريب والاستشارة. ممكن هذا هو مبرر ومسوغ لبقاء القوات الأمريكية فترة أطول بالأراضي العراقية بحجة الاستشارة والتدريب. وهذا حقيقة أيضا ترك مع أكثر من علامة استفهام بعدم تنفيذ اتفاقية إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بغداد، مما أثار حفيظة فصائل المقاومة التي بدأت. هسه احنا ما ننسب حقيقة لحد الآن، لم ينسب أي شخص هذه الطائرات المسيرة هي اللي استهدفت الجانب الأمريكي، ولكن يعني كتخمينات وتوقعات أنه ممكن أن تكون دور لفصائل المقاومة في استهداف القوات الأمريكية لعدم التزامها بالخروج من الأراضي العراقية. طيب، ومن هذه النقطة والمسرحية التي تفضلتم وقلتم بأنها مسرحية من جانب الولايات المتحدة فيما يخص عملية الانسحاب وما إلى ذلك، وقد يكون هناك يعني محاولات لتغطية أو بقائها رغبة منها للبقاء في العراق، سيد طالب، ما رأيكم بهذا التحليل الذي تفضل به ضيفي من بغداد السيد سلام؟ وهل بالفعل الولايات المتحدة لم تفي بالحوار الذي جرى بينها وبين العراق في مسألة الخروج أو إخراج القوات القتالية من العراق وبقاء فقط الاستشارية وما إلى ذلك لمساندة ومساعدة القوات العراقية؟ هل هو السبب الرئيسي لعودة هذا التصعيد بشكل أكبر بين الطرفين في العراق لنقل وأيضا سوريا؟ تحياتي لك وللضيف الكريم ولمشاهديكم. في تقديري المسألة شوية تختلف عن ما طرحها الزميل في بغداد. المسألة تختلف بشكل واضح. يعني أول شيء في تقدير، وفي تقدير كل المراقبين، وحتى في تقدير حتى مراكز الدراسات الأمريكية، أنه الموضوع مرتبط بمؤتمر فيينا. يعني المشغل الإيراني المشغل هذه القوة المرتبطة بهذا المشروع، يعني مثلا على سبيل أفتح قوس، يعني يجوز بها مبرر لضرب بعض القواعد، يعني يقول قواعد وقوات أمريكية إذا إن وجدت، في حين تصاريح وزارة الدفاع العراقي ورئيس مجلس الوزراء العراقي والمسؤولين العراقيين أنه لم تبقى قوة قتالية بقدر ما قوة استشارية. هسه مدى صحة هذه المعلومات إلى هاي ممكن، لكن ضرب السفارة، ضرب السفارات وضرب السفارة هذه بمؤشرات أخرى، أنه هل
المسألة مرتبطة في تقديري وفي تقدير كل المراقبين مرتبطة بمسألة فيينا. عندما يكون انسداد في فيينا بين المفاوض الإيراني والمفاوض الأوروبي الأمريكي تحدث حوادث تصعيد في سوريا وتصعيد في بغداد وتصعيد في مناطق أخرى. هذه مسألة يعني مرهونة بالوضع الإقليمي يعني بشكل وبآخر. لكن المسألة الأساسية أنت ليش أنت موازين القوى مو بصالحك، يعني موازين القوى العسكرية ليس بصالح. يعني الولايات المتحدة تمتلك الأرض والسماء في كل العالم يعني، فلذلك ممكن أن تقضي عليك وتنهيك. المفاوضات هو الطريق، يعني إذا انتهت المفاوضات إلى طريق مسدود، وهذا كله حتى بالعلم العسكري يقال، فرانزر هذا المؤسسة العسكرية يقول لك عندما تنتهي المفاوضات، يعني تنتهي المفاوضات إلى طريق مسدود ممكن تلتجئ إلى الحرب. لكن لا زالت هناك علاقات وثيقة بين الحكومة العراقية وحتى هذه القوى السياسية التي هي مثلا يعني على سبيل المثال القريبة من التوجه الإيراني، أيضا لديها علاقات مع الولايات المتحدة بهذا الشكل أو بذاك. لذلك أنا يعني هذه لا ما تخدم، يعني الآن يعني من يسمع مستثمر، يعني العراق بحاجة إلى استثمارات وخاصة في قطاعات النفط على سبيل المثال. أكسن موبيل طلعت من العراق، من أكبر شركات الكون بعمليات النفط، طلعت لسبب واحد هو مسألة الأمان. عندما يشعر المستثمر الغربي أو الشركات الغربية أنه تستهدف سفارات، فكيف لا يستهدف هو؟ هاي ما تخدم يعني لا على المستوى القريب ولا على المستوى البعيد. لذلك في كل المؤشرات يعني هي لا توجد مصلحة يعني بهذا التوجهات. موازين القوة ما تقدر تغيرها بطيارة مسيرة أو كاتيوشة. موازين القوة بينك وبين الولايات المتحدة ما تقدر تغيرها. وبعدين أكو مسألة في غاية الأهمية، من وقع على الإطار الاستراتيجي هو السيد المالكي، وهو الآن يعتبر من محور المقاومة. فهذه كل المسائل في تقديري وفي تقدير كل المراقبين أنه ما تخدم، تخدم في بشكل وبآخر أن تجري مفاوضات وتقوم بها المؤسسة الحكومية. وقامت هذه المفاوضات المؤسسة العسكرية العراقية والمؤسسة الأمريكية قامت وأنتجت حسب ما صرح رئيس الوزراء، واليوم صرح رئيس الوزراء أنه ما توجد قوة قتالية في العراق، فقط موجودة قوة استشارية تخدم مسألة داعش ومسائل أخرى. هذه المسألة أنا أرجع لمسألة مهمة، هذه القوة اللي تسمى قوة مقاومة تقاوم من؟ يعني تقاوم المشروع الأمريكي؟ يا أخي المشروع الأمريكي هو اللي جابكم للعراق. يعني المشروع الأمريكي من أسقط النظام السابق، النظام صدام حسين، هو المشروع الأمريكي. يعني الأمريكان من جابت هذه القوة. يعني أتمنى المتابع العراقي أو السياسي العراقي يقرأ مذكرات بريمر. بريمر يقول لميناهم من حواري دمشق وحواري طهران وجبناهم بموقع المسؤولية. الفكرة التي تريد إيصالها في هذه النقطة سيد طالب بأنه بدلا من التوجه إلى هذا التصعيد وبين الطرفين يجب يعني التوجه إلى حل إنقاذ العراق مما هو فيه. ما عندك قوة، ما عندك، لا أنت تمتلك السماء، لا تمتلك الأرض، لا تمتلك القوة. من يمتلك القوة هاي قوة عسكرية رهيبة قادرة. أنهت يعني أنهت سليماني والمهندس بلحظات، قادرة على تنهي كل هاي القوة. نعم، وما نشهده أيضا من محاولة. تسمحيلي لو أوصل فكرة في غاية يعني هسه طيب نعطي المجال. نعم كله راح يروح السيد معك مجال. طيب ومن هنا من هذه النقطة كما قلنا في البداية بأن بدل من التوجه إلى يعني الاستهدافات وما إلى ذلك، إن كان داخل الأراضي العراقية إن كان داخل الأراضي السورية، لماذا لا يتجه الطرفان أو الطرف الآخر أحدهما بالدخول إلى مفاوضات سيد سلام؟ ما تحل إلا بالمفاوضات تماما. نرى رأي سيد سلام القوى ليس ما موازين القوى ليس بصالح ما يسمى بمحور المقاومة. طيب. يعني أنا أجيب أعقب على ما قاله سيد طالب. حقيقة أولا يعني أنا لم أتحدث بلسان المقاومة، أنا فقط
سألتيني جاوبتك كرؤية لما حدث من خلال يعني الاستهدافات الأخيرة. نحن في ائتلاف النصر أكثر جهة لدينا مواقف وبيانات ضد استهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية، وهذا أمر مرفوض وما نرتضي، ودائما ما في كل بياناتنا نشدد على أن الحوار والدبلوماسية والأطر الدبلوماسية هي الوحيد الحل الوحيد في إخراج القوات الأمريكية مع الاحتفاظ بالعلاقات الاقتصادية والسياسية الأخرى. يعني تعقيب على كلام أستاذ طالب، اليوم حقيقة ما ممكن اليوم لأي جهة بالعراق تؤمن بالدولة ومؤسسات الدولة أن تدفع باتجاه التصعيد أو موازين القوى بالتصعيد القتال أو المواجهات، وهذا حقيقة أمر غير مقبول وغير يعني معمول به بالعراق. أنا تحدثت واقعا عن الذي أثار حفيظة فصائل المقاومة أو المراقبين، هو عدم وجود رغبة حقيقية من القوات الأمريكية في خروجها من العراق. السيد طالب يتحدث عن تنظير وعن حوار وعن شيء مكتوب، ولكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع. نحن هنا في العراق نراقب وقريبين من الحدث، القوات الأمريكية موجودة بكل أفرادها القتالية، والدليل على ذلك وجود أكبر قاعدتين عسكريتين بالعراق، هي قاعدة عين الأسد وحرير في أربيل. هذه حقيقة أيضا لم تسلم لحد الآن ولم تخرج منها القوات القتالية، وهذا يثبت بالدليل القاطع أنه ليس للولايات المتحدة الأمريكية رغبة في تنفيذ قرار الانسحاب، وهذا هو قرار اتخذ من البرلمان العراقي والحكومة العراقية شرعت بحوارات يعني أكثر من جولة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد أن يطبق مفردات هذا الحوار على أرض الواقع أيضا من أجل يعني إعادة الثقة وبين الأطراف، ولا نسمح أن يكون العراق مثل ما تفضل السيد طالب أنه يكون ممرا أو ساحة لتصفية حسابات. مهما يكون علاقتنا بالدول لا نسمح، لأنه العلاقة متوترة بين إيران وبين الولايات المتحدة العراقية، أن يكون العراق مسرحا لها لتصفية هذه الحسابات. من يعني أنا أعتقد أنه العراق الآن منشغل بصناعة عملية سياسية وتوفير خدمات واستقرار ووضع اقتصادي، وهو في غنى عن الدخول في مهاترة حرب قد تكلفنا الشيء الكثير. ما يتحدث به سيد طالب في موضوع توقيع القرار الاستراتيجي من قبل الحكومة في زمن الحكومة المالكي، أعتقد أنه من الغلط جدا يعني ربط الحكومة بفصائل المقاومة. يعني الحكومة لديها استراتيجية معينة، وحتى الكتل السياسية أعتقد هي بعيدة عن الفصائل. بالتالي لماذا الحكومة إلى الآن لم توقف هذه الفصائل عما تقوم به؟ لا، هذه الفصائل يعني إذا يقصد بها سيد طالب الفصائل المقاومة اللي هي بالحشد الشعبية، هذا من غير الممكن. هذه الفصائل ممكن أن تكون خارج سيطرة الدولة، ممكن أنه سلاحها ما يسمى بالسلاح اللي خارج إطار الدولة، وهذا أيضا يعني هو واحد من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها العملية السياسية. وحذرنا في أكثر من مرة، قلنا أنه يجب أن نحصر السلاح بيد الدولة وأن لا يكون هناك سلاح منفلت خارج إطار الدولة، وبالتالي ممكن يأثر على العلاقات الخارجية ويؤثر على أمن البلد. نحن حقيقة مع خروج القوات الأمريكية ومع تنفيذ كل البنود والاتفاقيات، ولكن ضمن الأطر الاستراتيجية، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحترم سيادة العراق وتغادر أراضي العراق، لأن الحاجة انتفت لوجود هذه القوات. الحجج والذرائع بهذا الشكل أمر غير مقبول. القوات الأمريكية هي قوات محتلة وتريد أن تبقى في العراق كأرض دافئة لتصفية حسابات مع دول أخرى، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض. اليوم تمرر وجودها من خلال تدريب وتسليح وما شابه ذلك. يعني البعض يقول بأن الأمر ليس متوقف على الولايات المتحدة تحديدا يعني لتنفيذ أجنداتها في المنطقة أو لنقل في العراق. أيضا هناك أيضا من يوجه الاتهامات لإيران بأيضا محاولاتها لاستغلال المنطقة بشكل كامل. خلي سيدتي الكريمة، خلي ننزع هذه
هذه الذريعة والمسوخ. القوات الفصائل المقاومة قالت تكرار سوف نسلم سلاحنا طيب. إلى الدولة في حال انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وجودنا هو بوجود الاحتلال. طيب. هناك شروط لهذه الفصائل. الفصائل ليست يعني لنقل ليست تحت أمرة الدولة وما إلى ذلك، فهل يجب أن تبقى الدولة وأن تنتظر أوامرها وشروطها لما يحصل في الداخل العراقي هنا؟ فبالتالي أستاذ طالب، نتحدث الآن عن هذا الصراع في العراق لنقل وسوريا من جانب آخر، أي تداعيات خلفها استمراره اليوم على البلدين؟ والله إذا افتح قوس في مسألة في غاية المهم، هناك عشرات من القواعد التركية في شمال العراق. أتمنى هذه المقاومة تتجه إلى الاحتلال التركي لبعشيقة، قواعد داخل قريبة على بعشيقة لا تتجاوز 10 كيلومترات. نعم. وكثير من المناطق الكردستانية والكردية هي احتلال تركي. أتمنى تتجه أيضا، شقد حريصين على أنه الاحتلال الأجنبي، وماكو عراقي شريف وماكو عراقي عيد هاي العبارة يقبل بالفصال الأجنبي أن يحكمه، ماكو إلا العملاء والخونة، يعني إلا العملاء والخونة يقبلون بالفصال الأجنبي أن يحكم. أرجع إلى موضوع التساؤلس عزيزتي، المسألة هي مو هاي، المشغل لهذه القوة هو اللاعب الرئيسي في هذا، يعني تستهدأ في وقت عندما تكون المفاوضات. أرجع لمسألة فيينا، هاي المسألة في تفكيري هي المهم، عندما المشغل يطلب من عندهم، وأنا متأكد خلال الأيام القادمة عندما يكون انفراج في فيينا، إيران ستبيع هذا ما يسمى بمحور هذا المقاومة، ستبيعها يعني برخص هذا، لأنه أنت تنتهي مهمتهم وتقولهم باي باي. وهاي المقاومة اللي هم يعني تشعر بها، يعني بدت تشعر بأنه تقول للمشغل أنا موجود، أنا تحتاجني في أي لحظة. وهذه المسألة في تقديري في غاية الأهمية لهؤلاء. لذلك أعتقد الأمريكان يعرفون وبشكل جيد من المحرك ومن الداينامو ومن المجهز لهذه الأسلحة، طيران ومسائل مسألة الطيران والكاتيوشة، وأيضا هذه مسألة في غاية الأهمية بما يسمى بهذا المحور، هو محور لعدم بناء الدولة. هذه مسألة في غاية الأهمية، أنه هذا المحور هو يعني سلاح منفلت، الغاية من عنده تهديم مؤسسات الدولة، ضعاف المؤسسة الأمنية، ضعاف المؤسسة العسكرية، هذا جزء من عدها. أي سلاح، أي مقاومة المفروض تكون ضمن محور المؤسسة الحكومية. يعني أنت صح تريد تقاوم، يعني حقك مشروع بالمقاومة، لكن ضمن مؤسسة الدولة. أما سلاح منفلت خارج عن إرادة الدولة، الدولة لا تعرف به، عزيزي هذا السلاح المنفلت اللي ضرب بالأمريكان، ضرب بيت رئيس الوزراء، ضرب بسفارات، ضرب بهذا سلاح منفلت. يعني شلون تريد تبني دولة ومؤسسات دولة وتحترم بين الدول وأنت عندك سلاح منفلت غير قادر على ضبطه؟ أنا أعتقد أيضا أكو مسألة في غاية الأهمية، هذا اللي يشتمون على الأمريكان. أنا من المعارضة من 68، تجاوزت 70، يعني 73 سنة الآن، وأشتغل بالمعارضة من 68. هؤلاء اللي كنا نلومهم ونطلع مظاهرات ضدهم لأنهم كانوا يبوسون البسطان الأجنبي، يعني خل أذكره، خل يرجع للسيد العبادي. السيد العبادي رئيس تحالف النصر كان يتوسلون كيف يلتقون بموظف صغير بالسفارة الأمريكية قبل سقوط النظام. طيب. الآن يهاجمون آخر دقيقتين سيد طالب، يعني أقسمها بينكما، وهما جزء من المشروع. طيب. الأمريكي، من جاب هؤلاء للسلطة؟ طيب. يعني هاي القوى الموجودة الآن تحكم هي الولايات المتحدة. احنا صراعنا هنا في لندن ضد الحرب وضد الأمريكان، والآن جايين هم نفسهم يزاودون على هاي الناس
اللي هم جزء كانوا من المشروع الأمريكي اللي دمر المنطقة، مو دمر البلد، دمر المنطقة كلها. طيب طبعا الآن هنا يزاوتون هاي مسألة. أرجع إلى مسألة في غاية الأهمية. طيب هم هذول مرتبطين بمشغل، المشغل يصعد، هم يصعدون، مشغل يقولهم نزلوا نزلوا، والمشغل الآن في بيننا إذا حلت أساريرة في بيننا سنرى الكثير من هذا، ستخفت هذه الوجوه وستخفت هذه القوة. طيب بالتالي أستاذ سلام، السيناريوهات المتوقعة اليوم في ظل يعني اشتداد التصعيد والاستهدافات بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى؟ نعم، يعني احنا نتحدث عن موضوع خروج القوات الامريكيه، ما دخل السيد العبادي بالموضوع ولا يعني اعتقد كانوا يتوسلون بالامريكان، العبادي كان يتوسل بالامريكان. احنا يتوسل انت هم تتوسل، انت هم قاعد تتوسل بالبريطانيين وقاعد بلندن، تعال للعراق وواجههم ويصير بالعمليه السياسيه. واجهت. طيب تبقى أنا بزاود عليك يعني احنا اليوم احنا أنا ما بزاود عليك. طيب لو سمحتم، لا ندافع عن مقاومة ولا ندافع عن سلاح منفلت ولا نقبل أيضا بإضعاف الدولة، كل اللي تحدثت بينا احنا ضده، نحن أصحاب مشروع. أما الحديث عن أمر سابق ويتوسلون بالأمريكان، أعتقد هذا لا يخدم العملية السياسية. يخدم العملية السياسية هو وحدة الصف، هو منع السلاح المنفلت، بناء دولة مؤسسات حقيقية. يعني بقاء الأمريكان بالعراق حقيقة أمر غير مقبول، أو أيضا جعل العراق منطقة صراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر مرفوض. يعني اليوم ما ممكن أنه نحترم جميع الدول، نحترم إيران كجارة، ولكن أن يصير العراق ممرا لتصفية هذه الحسابات وندفع ثمن دماء وخراب وعدم استقرار ووضع اقتصادي، هذا ما نقبله نهائيا. الشيء الوحيد اللي نقبله هو سيادة العراق والحفاظ على هيبة الدولة وإخراج القوات الأمريكية وبناء القوات المسلحة، والكل يكون تحت لواء الدولة، لا سلاح منفلت ولا أي مقاومة ولا فصائل مقاومة تخرج عن إطار الدولة. هذا هدفنا وهذا مشروعنا. تمام. أما مسوغات ومبررات والدفاع عن الوجود الأمريكي فهذا أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا. طيب في آخر 10 ثواني سيد طالب، يعني كانت هناك رسالة من الولايات المتحدة في ظل هذا التصعيد، وبأن هناك أهداف محددة من جانبها، وأنه لن يقتصر فقط على الداخل العراقي بل يمكن أن يكون خارجه أيضا، تحديدا في العمق الإيراني. هل من الممكن أن تنفذ الولايات المتحدة هكذا ضربة ب10 ثواني لو سمحتم؟ إذا انتهت مفاوضات بيننا إلى طريق مسدود ستلتزي في تقديري، يعني في تقديري كوني متابع، أنه إذا انتهت مفاوضات بيننا إلى طريق مسدود ستلتزي الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة. نعم، أشكركما جزيل الشكر على كل ما تفضلتما به من إيضاحات في هذه الحلقة. ضيفي من لندن السيد طالب العواد، بحث بالشأن السياسي، وأيضا أشكر ضيفي من بغداد السيد سلام الزبيدي، قيادي في ائتلاف النصر. في الختام أشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، ألقاكم غدا، إلى اللقاء.